أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بواحد بعض المشتريات اللي يعني شريتهم، وبغيت نتقاسم معكم يعني الآراء وكذلك الأسعار. دونك أول ما نبدو بلي برودوي كوزميتيك. دونك هذا شريت هذا كاليديرم، سي شامبوان على كيراتين، نظن راه عادة جديد في الأسواق. دونك حتى لومبالاج تاعه، دونك باكاجي، شوفوا لومبالاج طريقة محكمة، ما يعني ما تقع حتى يخربوا فيه، ما يصيرش حتى تقلعوا هذا لو بوشون. دونك هذا لا كيراتين، فوالا هذا خلصته ب 45000 45000. كنت رايحه نشري بونتين، ومن بعد كي شفته قلت نسيه ونشوف الا عجبني. الحاجه اللي مليحه فيه سي كو فيه لا فيتامين او، لا فيتامين او، دونك فيه لي بروتيين اوسي، ا باز دو بروتيين اي دو فيتامين او. قلت لكم 450 دينار يعني 45000. دونك هذه بور. شي تاني ما ورد، دونك هذا سي بور ان نيتوايون. جو كوا خلصته 25000 il me semble 25000. دونك دائما عندي اشكال مع لي بري، ما شيتها في هاد لا كولور. دونك وعندها واحد الرائحه يعني ما شاء الله ريحته رائعه. دونك هذا ثاني بو نيتوايون دي ماكيون، تستعمليه ثاني وثاني يعطي واحد النضاره للوجه. دونك هذا بالنسبه للموارد. كذلك شريت هاد لو يعني سقسيت هذا منشري عليه لي برودوي كوزميتيك. هذا سي اون كريم هيدراتانت، دونك سكين ترينز هنايا فارماس داي كريم، يعني كريم دو جور تاع النهار، نحوس على تاع لا كريم دو جور. دونك هنايا نوريها لكم، يعني غير سيتها فتحتها سيتها، راه عاد اليوم شريتها. دونك هذا سيتها، دونك كريم دو جور هذه دير 650 دينار 65000. دونك 65000 65000 650 دينار. والله درتها على الوجه رائعه رائعه، يعني تعطي واحد يعني الوجه يولي رطب ليس، يلغون زعما لا بوليس تاع لو فيزاج، خاصه ان في وقت النسيم. دونك انايا جي طونتي لهاد اول مره يعني نستعملها وعجبتني حقيقه. استعملتها كي شريتها سيتها جولي سي، بانت لي لابو تاعي حسيتها رطبه، دونك حسيتها ليس. دونك داي هذه داي كريم، يعني كريم دو جور يوميا تاع النهار. شريت كذلك هنايا لو ستيك عندي المفضل سي دوف، دونك لا مارك دوف مليحه مليحه بور لا بو، مليحه بور سادير ميم بور لي زيسيل. دونك مليحه نشري دوف. شريت جي طونتي بور فريش، هذه كاين الوان انا جي طونتي بور سيت كولور. بيان سور صابونات دوف بور لو فيزاج تاني. دونك هنايا شريتها ا باز دو نوا دو كوكو، دونك ا باز دو نوا دو كوكو. كذلك شريت اون مونتر، لقيتهم دايرينهم صولدينهم، كانوا 2000 دينار. دونك شريت هاد لا مونتر، انا عجبتني لا مونتور، كانت 2000 دينار يعني 200000 صولدوهم. المول الحانوت تنظر يدير في ليكيداسيون، دونك عندهم 100000 هيا باش نخدم بها. دونك انا تساعدني خاصة في الخدمة. دونك هادي سي اون مونتر هي 2000 دينار، وانا جبتها ب 100000 مصولديها مول الحانوت. دونك هادي جي اشتي ثاني سيت بروش. دونك هادي راني بوغ عندي اون تونو فيها هاد لي كولور، دونك جو لي اشتي فوالا. دونك هادي بالنسبة للبنت تاعي شريت لها دونك اون ليكات، عجبتنا هي عجبتها ماشي انا عجبتني. دونك اون فا هي شوفوا لو ديتاي اللي فيها هنايا سي جولي. دونك هذا سي لو لافون و لو دو شوشا فوالا. تاني سي تي تيكري فوالا. هادي جي لي بيي خلصتها ب 2000 دينار يعني 200000 يعني 2000 دينار 200000. دونك هادي 200000. كذلك هادو راهم دايرينهم صولدينهم. دونك هادو سي دي تي شيرت، ميم سي دي روب تي شيرت بور في الدار. دونك تومي اند هالف ايغر. دونك هادي جو لي بيي بور 500 دينار 50000 مليحه. تاني ليها توجور، تاني شريت لها هذا غارديغان. دونك هذا تاني مصولدينهم صولد. دونك غاردي انا هي عجبها،
الا طونتي بور لو غري باسكو اولا ما عندهاش لو غري وثاني استثمري افيك كلكو كولور اللي عندها في لي توني تاعها. دونك هذا ريغاردي لي ديتاي. دونك هذا راهم سولدينهم ب 100000 دونك 1000 دينار 1000 دينار 100000. دونك هذا سي بور ما في ثاني كذلك البنتي. دونك هنايا سي دومي سيزون سا يبدا دوك شويه ويبدا الحال يبرد. واخر حاجه شريتها جي اشتي جي مي هاد ثاني لقيتهم سولديهم باسكو لو ملحان تاع يدير ليكيداسيون ليكيداسيون دونك راهي ليكيدي راه دايرهم ليكيداسيون 1000 دينار كان دايرهم 200000 وراهي ليكيدي فيهم ب 100000. دونك هذه جو في رايحه نشوف لها بلاصه في لا كويزين. انا لقيت لها بلاصه ولكن لازم نثقب باش نلصقها في المدخل تاع لا كويزين. وثاني حاجه مليحه سي كو عندي في واحد في لاكور تاعي عندي بلاصه راني باغي نديرها قلت لكم دي شاز وان طابل كلش الحيط راه عندي بروبليم تاع لوميديتي. كي سالته عطاني كارت دو فيزيت تاعه لا كارت دو فيزيت وقال لي الا كانت باغيه تصنعي دي طابلو بلي ميزور اللي تبغيهم انتيا ونديرهم لك باش. علاش الباش؟ قال لي تقدري تمسحيه يعني حتى ولو تشمخ ولا تغبر ولا ما تخافيش عليه كيما من يكون الكارت يعني ان بابي. دونك قال لي تشريه تمسحيه وما تخافيش عليه مشتا ولا صيف. دونك هذه هي مشترياتي ونقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.